يلا حاجة بقى، اتفضلي بقى كده، اقري بقى، اقرأي بقى كده وسمعيني. يلا الصورة واضحة كده، طيب اكبر لك شوية. واضح. يلا اتفضلي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه الطير، وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القط عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. جميل يا حبيبتي، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. تعالي بقى كده نشوف الآيات اللي احنا شفناها دلوقتي او قريناها دلوقتي بتتكلم عن ايه. بيقول لك هنا ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داوود منا فضلا. لقد ده حرف توكيد، لقد ده حرف ايه؟ توكيد، تمام؟ أو أسلوب توكيد وصلته اللام وقد، تمام؟ تمام. آتينا، آتينا، آتينا يعني إيه؟ أعطينا ووهبنا. آتينا يعني إيه؟ أعطينا ووهبنا. جميل أوي، تمام؟ طب إنا هنا عائدة على مين؟ ولقد آتينا نحن داوود منا فضلا. هو نحن أتينا هو داود مين؟ من الله عز وجل. تمام كده؟ الله تمام. عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان هو اعطى ومنح سيدنا داوود. مين سيدنا داوود؟ احد انبياء الله، احد انبياء الله رضي الله عنهم، تمام؟ كان والد سيدنا سليمان، يبقى سيدنا داوود والد سيدنا مين؟ نعم. سليمان، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انه وهب ومنح داوود فضلا كبيرا. طيب لما يقول ايه؟ آتينا داوود منا فضلا. آتينا يعني أعطينا ووهبنا. طب مضادها أخذنا وسلبنا وحرمنا، مضادها ايه؟ أخذنا وسلبنا وحرمنا. تمام. ربنا سبحانه وتعالى ايه النعمة اللي هو أنعم بيها على سيدنا داوود؟ ايه أكبر نعمة وأول نعمة؟ فضلا، نعمة وخير. الفضل والنعمة والخير. ايه النعمة والخير اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه واعطى لسيدنا داود؟ ها هو النبوة والكتاب. هو ايه؟ النبوة النبوة. والكتاب، تمام كده؟ طيب جمع فضل افضالا وفضولا. جمع فضلا ايه؟ أفضل افضالا وفضولا. يبقى هنا اول نعمة من النعم التي منحها الله سبحانه وتعالى لسيدنا داود هي ايه؟ هو الكتاب. النبوة والكتاب. خلاص كده؟ ايه بقى النعمة التانية؟ يا جبال أوبي. يا جبال ده اسلوب نداء، برضو غرضه امر الجبال. أوبي معه، أوبي التأويب هو بتسبحي يعني، التسبيح. التأويب هو بعد ما التسبيح. هو بيسبح ما بيردد التسبيح وراه. ايوه، يبقى هنا سيدنا داوود بيقول لك كان صوته جميل، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى كان ايه؟ امر الجبال والطير ان تردد معه التسبيح. يبقى هنا اول نعمه انه منحه النبوه والكتاب. ثاني نعمه
أنه أمر الجبال والطيور بترديد التسبيح معه. وألن له الحديد، يعني إيه ألن له الحديد؟ جعلناه لينا كالعجين، جعلناه إيه؟ لينا كالعجين، تمام كده؟ أهو يبقى هنا جعل له الحديد لينا كالعجين. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى الحديد في إيده لين زي العجين؟ ليصنع منه الدروع، لأن سيدنا داود كان صانع دروع، كان يعمل حداد وصانع للإيه؟ للدروع، تمام كده؟ يبقى هنا ده شرح البيت، شرح الآية الأولى، دي النعم اللي أنعم بيها الله سبحانه وتعالى على سيدنا داود تحتها. لقد وهب الله سيدنا داود عليه السلام نعما عظيما، حيث أنه منحه النبوة والكتاب، وأمر الجبال والطيور بترديد التسبيح معه، وجعل له الحديد لينا كالعجين ليصنع منه الدروع، تمام كده؟ تمام. تعالي بقى الآية الثانية، أن اعمل سابغات، بيأمره أن يعمل سابغات. إيه هي السابغات؟ السابغات دي كلمة جمع مفردها سابغة، تمام كده؟ وهي المراد بها الدروع الواسعة الكاملة. الدروع، عارفة الدرع، شكل الدرع اللي هو الحديد المدور ده اللي بيلبسوه في الحروب ليحميهم من من ويلات الحروب أو الإصابات، تمام كده؟ يبقى هنا سابغات دروع واسعة كاملة. أنا أعمل سابغات وقدر في السرد. قدر يعني إيه؟ اتقن واحكم، اتقن واحكم صناعة هذه الدروع. يبقى هنا أول الآية الأولى بتتكلم عن المنح والنعم التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى على سيدنا داود. أما الآية الثانية ففيها أوامر من الله سبحانه وتعالى لسيدنا داود. أول أمر أن يتقن صناعة الدروع الواسعة الكاملة للمقاتلين لتحميهم من ويلات الحروب. ليه؟ لتحميهم من ويلات الحروب. وقدري في السرد، السرد هو نسج الدرع وتفصيله. اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ربنا هنا سبحانه وتعالى بيؤمر مين؟ داود وأهله أن يعمل هو وأهله عملا نافعا صالحا، لأن الله سبحانه وتعالى بصير بأعمالهم ولا يخفى عليه شيء منها، تمام كده؟ تمام. يبقى هو هنا ايه منحه؟ ايه النبوة والكتاب، وامر ايه الجبال والطيور بترديد التسبيح معه، وايه كمان؟ جعل له الحديد لينا كالعجين يصنع منه الدروع. ناخد من صناعة الدروع انه امره بان يصنع الدروع ويتقن صنعها لتحمي المقاتلين من ويلات الحروب، ويعمل هو واهله عملا نافعا صالحا، لان الله سبحانه وتعالى بصيرا بأعمالهم ولا يخفى عليه شيء منه، فاهم كده يا رهف؟ يلا تعالي بقى نشوف الجماليات. لقد آتينا، لقد آتينا ده اسلوب ايه؟ مؤكد باللام بالكلام وقد. قد لقد آتينا اسلوب مؤكد باللام وقد. لحظة واحدة، لقد آتينا ده أسلوب مؤكد باللام وقد، خلاص. منا فضلا، لاحظ بقى كلمة إيه نا، نا دي تفيد نسبة الفضل إلى الله عز وجل، تمام كده؟ اللي إيه؟ آتينا منا ألنا، تمام؟ دي بتفيد نسبة الفضل إلى الله، إلى الله عز وجل. منا بتفيد نسبة الفضل إلى الله عز وجل، وفضلا جاءت نكرة تفيد التعظيم، تمام؟
يا جبال يا جبال، ده اسلوب ايه؟ نداء. نداء قصدي. طيب انا اسلوب النداء بيبقى غرضه ايه؟ التنبيه. يبقى هنا اسلوب ايه؟ نداء غرضه التنبيه. أوبي أوبي، ده فعل إيه؟ أمر طيب الأمر من الله عز وجل، يبقى الغرض منه الوجوب والإلزام ولا النصح والإرشاد؟ الوجوب والإلزام. آه تمام كده. يبقى هنا الأوامر الإلهية غرضها وجوب وإلزام وليس نصح وإرشاد. الجبال والطير جاءت جمع لتفيد الإيه؟ في الكثرة. تفيد الكثرة. ألنا له الحديد، ده تعبير بيدل على قدرة الله وفي نفس الوقت تكريمه نبيه مين؟ داود. تمام. يبقى ده تعبير بيدل على قدرة الله وتكريمه لنبيه داود. خلاص؟ لأن هو إيه التكريم في كده؟ إن هو خلى الحديد مطوع ليه، طوع له الحديد، خلاه لين في إيده زي العجين، دي حاجة خاصة بيها سيدنا داوود. تمام؟ طيب وفيها توكيد، إيه التوكيد بقى اللي هنا؟ بتقديم الجار والمجرور، ده أسلوب توكيد بتقديم الإيه؟ الجار والمجرور له على الحديد. والضمير نا في آتينا، زي ما قلت لك من نا ألنا، النا بتفيد التعظيم لله عز وجل. خلاص؟ تمام. اعمل صابغات، اعمل، ده مش ده فعل امر؟ ايوه. يبقى ده اسلوب ايه؟ امر غرضه نصح وارشاد ولا وجوب والزام؟ وجوب الإلزام. تمام. وفي ايجاز بحذف الموصوف والتقدير، فهو قال لك ايه؟ اعمل صابغات، هي اصلا ايه؟ اعمل دروعا صابغات، جاب الصفه وحذف الموصوف. تمام. تمام. قدر في السرد، برضو ده فعل امر، لما اقول قدر ده اسلوب امر غرضه الوجوب بالالزام. طب بيدل على ايه؟ اهميه اتقان صناعه الدروع، يدل على أهمية إتقان صناعة الدروع. اعملوا صالحة، ده أسلوب برضو إيه؟ أمر. كل دي أساليب أمر غرضها الوجوب والإلزام، وهو إيجاز برضو بحذف الموصوف، المفروض إيه؟ اعملوا عملا صالحا، جاب الصفة وحذف الإيه؟ الموصوف. تمام. قدر في السرد واعملوا صالحا، العطف هنا بالترتيب. تمام. يوحي بضرورة إتقان الإيه؟ العمل. إيه قصده بإتقان العملين؟ إحنا عندنا هنا عملين، عمل ديني وعمل دنيوي. إيه هو العمل الدنيوي؟ اللي هو القدر، تقدير في السرد أو الإتقان في السرد. وإيه العمل الديني؟ العمل الصالح. تمام كده؟ تمام. إني بما تعملون بصير، ده أسلوب مؤكد بإيه؟ بين وفيه تحذير لمين؟ لآل داود من إهمال العمل. أنا بحذركم أهو من إهمال العمل. ليه؟ لأن الله مطلع ورقيب عليهم. إيه علاقتها بما قبلها؟ تعالي تعليل لما قبل. تمام يا رهف؟ تعالي. تعالي هنا بقى نقول اذكر نعم الله تعالى التي أنعم بها على سيدنا داود. قلنا قلنا إيه؟ النبوة الكتاب وأمر الجبال والطيور بترتيب التسبيح يعني معه، وجعل الحديد لينا كالعجين برافو عليك. طب وتقطيع أمره بقى بإيه؟ أمره بأن يتقن صنع الدروع للمقاتلين يعني تحميهم من ويلات الحروب، وأن يعمل هو وأهله عملا نافعا صالحا لأن الله بصير بأعماله ولا يخفى عليه شيء. جميل أوي. طب ما العمل الذي تخصص فيه سيدنا داود؟
كان متخصص في خلايا مهنة الحدادة. الحدادة، يبقى كان سيدنا داوود يعمل بمهنة الحدادة. تمام تمام. كده، كفاية عليك الحفظ ده، ولا ناخد جزء كمان؟ أي حاجة. أي حاجة. طيب ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. احنا عندنا بكره مش كده يا رهف؟ يعني هنسمع بكره، كفايه عليك الصفحتين دول عشان تلحقي تحفظيهم، فاهمه؟ خدي ماشي ماشي. مصدقتي انا عارفاك يا ساتر. طيب هتاخدي الصفحه دي واجب يا رهف دي، أنا صفحة اللي بقى اللي بعد المتعدد تمام. هتبقى دي. تمام، في جزء يعني ياخد عن اللي احنا اخذناه يعني. غير الصفحة بتاعت غير الصفحة بتاعت النحو. اوكي تمام. اخر سؤال ده، النعم التي الله انعم الله بها على سيدنا سليمان. طب احنا لسه ما اخذناش نعم الله على سيدنا سليمان، احنا اخذنا داوود بس. تمام تمام. تمام انت كده خلصت؟ ما عادش عندك حصص النهارده؟ أو الحمد لله. يعني افرج عنك. ماشي. انت لسه يعني ممكن ناخد كمان حته صغننه نحو، ايه رايك؟ بس انت فصلتش احنا. خلاص يا رهف، انا هسيبك وهتذاكر دول وحل بقى اللي انا قلت لك عليه. ماشي يا حبيبي، نعم. ماشي، اشوفك بكره ان شاء الله. ماشي.